دولة تاج راس أمك النظام فاحسك يا وطن. ردت قاضية الأمور المستعجلة كارلا شواح الطلب المقدم من قبل وزارة الداخلية لوقف عرض المسلسل الكوميدي مرحبا دولة للكاتب والمخرج محمد الدايخ. لذلك يبدو أن الدولة التي لم تتحمل رؤية نفسها في المرآة لن تكون قادرة أقله في القريب العاجل من وقف عرض حلقات المسلسل، علماً أن السلطة الأمنية والسياسية لم تكتفي باللجوء فقط إلى قضاء العجلة، بل استعانت بمن لا يبخل في تلبية نداء رئيس المجلس الوطني للأعلام عبد الهادي محفوظ لتصدير مرافعة مليئة بالحشو خالية من المضمون. هذا بعض ما جاء فيها. يلفت المجلس الوطني للإعلام إلى ضرورة احترام المؤسسات الإعلامية المرئية لقانون المرئي والمسموع، بضرورة موضوعية الأخبار وعدم الإساءة للغير، والمحافظة على النظام العام وحاجات الدفاع الوطني ومقتضيات المصلحة العامة، والابتعاد عن استخدام الترفيه لأبعاد فيها سخرية وتحقير. كما نلفت نظر القضاء إلى الحاجة لتطبيق القوانين، وكذلك الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال مخالفة ما ينص عليه قانون المرئي والمسموع حول الموضوعية وصحة المعلومة ونسبها إلى مصدر موثوق، والابتعاد عن الإثارة السياسية أو الأمنية أو الطائفية حتى في البرامج الترفيهية لما في ذلك من انعكاسات سلبية على الجمهور. يحتاج محفوظ ربما لتذكيره، هذا إن كان يعلم أصلاً بأن الكثير من النظريات التي طرحها انقرضت منذ آخر مرة شاهد فيها التلفاز، بما في ذلك في الدول المجاورة التي يتباهى لبنان بكذبة تقدمه عليها في مجال الحريات، وفيما يلي بعض النماذج من هذه الدول. صالح علي عم تخبي وانت بتعرف تمام المعرفة. إذا النملة قالت لأخت صباح الخير، أبو نادر بيعرف. سيدي ما صار شيء، إذا بدك من الغية. لا خي، ليش لا تلغية؟ أنت حقك تتغذى. سيدي يعني ما فيها شيء لخي. وبالحلامة أنا مبارح رحت سحبت قرض وجايب لك معي المصاري هلأ مشان شغل اليوم معك. طالة برا حسن نجيبه. سيدي طالة طلع برا سيدي. طلع واشتكي لفايز. لا أنا ما اشتكيت يا سيدي. والله لمسع في كرامتك الأرض. حاضر سيدي، علي النعمة يا سيدي اللي أنا واقف ومؤدي لك التحية. ارجع الرخصة بتاعتي خدوها مني وانا جاي من عدائري ساعتك. سيب 50 جنيه واطلع عدائري هتلاقي من شرطة هناك اسمه سعيد وانا جاي لك من طرف حاتم باشا. شكرا سعادة الباشا، كتر خيرك يا باشا. اوعوا تكونوا فاكرين البلد سايبة، لا البلد فيها حكومة، وحكومة من حديد، والحكومة دي هي انا. بأي حال فإن واحدة من المشاكل المزمنة في هذه الدولة هي سياسة الكيل بمكيالين. لهذا ربما استفز عمل لبناني خالص السيد المولوي، ولم يستفزه عمل عربي مشترك عرض على أهم محطات التلفزة في العالم العربي، وقدم فيه رجل الأمن كصديق للمهربين ومنسق لأنشطتهم. عقيدنا خبرتني عن بضاعة محمل بشحنات لمعمله. معقول يا جبل؟ وأنا متأكد 100% ما إلك علاقة بهي البضاعة، لا من قريب ولا من بعيد. ما عم بفهم لوين بدك توصل. كل شي بوقته حلو، المهم وصلت البضاعة. البضاعة صارت عندي صحيح، بس أنت المتهم، شو استفدنا؟ يبدو أن الهيبة بالفعل على ناس وناس، ويبدو أنه بالفعل مرحبا دولة. دولة مرحبا دولة.